تقليد دستوري يعود إلى عام 1789، يقام كل 4 سنوات على درج مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن. تحضيرات حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المقرر في 20 يناير 2025 تسير على قدم وساق وسط إجراءات أمنية مشددة استعدادا لاستقبال هذا الحدث التاريخي. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. شخصيتان بارزتان ستقودان تحضيرات يوم التنصيب، هما من المقربين الأوفياء كما وصفهم ترامب وكبار جامعي التبرعات لحملته الرئاسية، ستيف ويتكوف وكيل لوفلر. ويتوقع أن تجمع لجنة تنصيب ترامب لعام 2025 رقما قياسيا قد يكون الأكبر في تاريخ تنصيب الرؤساء الأمريكيين، بعدما جمعت عام 2017 أكثر من 100 مليون دولار. الحدث الأبرز في حفل التنصيب هو أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس المنتهية ولايته وزوجته إلى جانب رؤساء سابقين ومسؤولين في إشارة إلى نقل السلطة سلميا، ثم يلقي الرئيس الجديد خطاب التنصيب وهو أول رسالة رسمية من الرئيس لشعبه، ليبدأ دونالد ترامب بعدها مهام عمله رسمياً.